جاي اقول كلمه، انا وحده منكم واقل منكم، جاي اوقف مثل كل انسان واقف كرمال لبنان. اول مره بنحس انه عم نرجف مثل ما انا هلا عم برجف، وخايفه خايفه ومبسوطه، خايفه على لبنان ومبسوطه بقومتنا. اوعى تخليهم يضعفونا، كل ليله رح يجربوا انه نحن نضعف، نحن كل ليله رح نكون اقوى من بكرة. اليوم صدينا اللي قالوا خطابات امبارح واليوم، كلهم بدون استثناء كلهم يعني كلهم قالوا، رح اقول شغله وحده بس، كلهم يعني كلهم اول مره لبنان بيوقف وقفه ثوره بتاريخ لبنان كله. شو سموا هيدي الحكومة؟ وحدة وطنية، هي أكثر حكومة أخصام وقفوا مع بعضهم ليتنازعوا السلطة مع بعضهم، فاسدين تيسرونا مع بعضهم. فشو خلقكم؟ سبتين كرهون رح نفلوا، بس قبل ما نفلوا قبل ما يفلوا قبل ما يفلوا اسمعوا مني، خليهم يدوقوا شو يعني حبس، خليهم يفوتوا على الحبس، خليهم يحاسبهم، ما تخلوهم يفلوا. اذا فلوا بيرتاحوا بمصرياتنا، خلونا نحاسبهم ونسحب منهم كل دولار اخذوه منا. بتفوت على الحبس، هن اكلونا وسرقونا وقاعدين عم يتفلسفوا برا. نظام واحد للأسف، أنظمة تحكمنا. سيد حسن نصر الله كان يقول هيهات منا الزلة، صح؟ نحن الليلة رح نقله بس رح نستقبل منك كلمة وحدة أنت علمتنا إياها، هيهات منا الزلة لنا ولكلكم. لبنان ما يو بس ميا في وطني، ميا في وطن خلص اللي بيطلع معي. وجه رسالة،
يعطيكم العافية والله يحميكم يا رب. أنا بدي أقول لكم إنه هي أول مرة بحياتي بنزل على مظاهرة، لأنها أول مرة بحس إنه عن جد اللبناني لبناني. اللبناني منه عوني، منه وجهي، منه كتائبي، منه تابع لأي حزب، بس لبنان. يعني بطلع على مسارح كتير وبقدم اشياء كتير، بس اول مرة قلبي هالقد عم بدق وانا معكم بالسوشيال ميديا واليوم على الارض، وقد ما بقدر رح كون معكم للاخر، وان شاء الله نوصل للنتيجة اللي كلنا بدنا اياها، هي انه يصير عنا بلد، يصير عنا دولة. انا بدي اياكم الله يحميكم، والله معكم وانا معكم. شيء صار بتاريخ لبنان. وإذا جبران، إذا جبران خليل جبران قال لكم لبنانكم ولي لبناني، نحن منقول لهم لهول الحرمية لكم طائفيتكم ولنا لبناننا. حشوها بتيسكم لطائفيتكم. ابن طرابلس عم بيغني لابن سور، وابن النبطية عم بيغني لابن البترون. لا بقى في مسيحي، ما في مسلم، ما في درزي، ما في ماروني، ما في روم، كلنا لبنانية ايد وحدة، وهيدا البلد لنا، وانتو برا 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 برا. نحن شباب مرتبة ولا لا؟ نحن شباب مسقفة ومعلمة ولا لا؟ شو بقى بدهم أكتر من هيك؟ هيدي أكتر مظاهرة حضارية معقول الشعب يشوفها. ما رح أطول عليكم، بدي أقولكم يعطيكم ألف عافية، خليكم مصممين، ما تستسلموا، لأنه اللي نحن بدنا إياه بده يصير. العالم ما همها لو بدو ينزف دمها، هيدي العالم 72 ساعة لك والله والله بحشة. هيدي العالم ما همها لو بدو ينزف دمها، لينو 70 تحشها مثل ما هي فلا. يا جماعة بقينا بكرة وبعد بكرة واللي بعده، لو نخزينا كل ما طلبنا. خلي عينك على الجرس.